ناوي التأهيل على المكتب السعودي الثانية بقرية اليمنية صناعة البنيات المدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سميتي وليد الوكاد، كنقرب باك من باك سميت شعبة مهني خدمة الطعامة. المعدل اللي جبت الحمد لله 13.83. هادشي كامل كنرجع بفضل الله سبحانه وتعالى والأساتذة ديالي والوالدين وكاع الأساتذة اللي وقفوا معنا الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احنا فرحانين بالتلامذة كاملين وبالخصوص ولدي، وباسمي وباسم الأمهات كاملين كنشكر الأساتذة كاملين على الجهد اللي خدموا مع وليداتنا. باش ما ننساش عاود السيد المدير، شكرا ليه بزاف المدرسة، والأستاذة رشيدة اللي كانت الأم الثانية في ديك المدرسة. والحمد لله احنا فرحانين بهاد النقطة اللي جاب، والفضل كيرجع الله سبحانه وتعالى والأساتذة ديالو، والحمد لله وشكرا. أنا هيثم طويل، حاصل على معدل 18.7 في العلوم الاقتصادية والتسيير في إقليم القنيطرة المدارس العلمية. بغيت نقدم تحية للسيد العامل على هذا الحفل اللي درنا للتلاميذ المتفوقين. هذا الحفل جاء بمناسبة النجاح تاعنا بنقاط عالية، واللي كان بالمجهود تاع الأساتذة اللي كنقدم لهم الشكر اليوم حيت عاونونا في المسار الدراسي تاعنا. وفي ظل هذه الظرفية الصحية بغيت نقدم الشكر أساسيا للوالدين، واللي بلا بهم ما كانش هذا الشيء غادي يكون. قدموا واحد المجهود كبير وواكبوني في المسار الدراسي تاعي. واخيرا بغيت نشكر مدير المدرسة المدارس العلمية السيد السملالي. حاضر هنا بصفتي مدير ديال المدرسة بمرافق للتلميذ هيثم الطويل اللي حصل أعلى علامة في مسلك العلوم الاقتصادية. هذه مناسبة جميلة جدا والتفاتة من السيد عامل الإقليم تجاه الأسرة التعليمية وتجاه الأبناء ديالنا تحديدا تلاميذ المتفوقين. التفاتة قلت رائعة للغاية، لأنك كتحفز أولا هاد المتفوقين أنهم يزيدوا مجهودات الأمام أكثر، أيضا كتحفز حتى العناصر الأخرى أنها تلتحق بالركب. كنتمنى أن هاد التجربة هذه تكرر في كل موسم دراسي وتمتد حتى المستويات أخرى. ريهام عشاق، بكالوريا فنون تطبيقية 15-35. أنا فرحانة بزاف لهذا الحفل هذا اللي دار لنا السيد العامل، كنشكروه بزاف. كنبغي نهدي الشكر ديالي للأساتذة ديالي اللي خدموا معنا العام كامل وصبروا معنا وعطاونا كاع ما في جهدهم باش نطوروا القدرات ديالي في المجال ديال الفنون التطبيقية. كنبغي نشكر والديا حتى هما حيت صبروا معايا ودعموني بكاع داكشي اللي عندهم. وكنبغي نشكر الوزاره بصفه عامه حيت عمرتنا في هذا العام اللي ما كانش عام عادي، كان عام مليء بالمصاعب. بسم الله منى امين، الوالده ديال ريهام عشاق. كنشكروا السيد العامل على هذا الحفل الكبير بمناسبه النجاح ديال هاد الوليدات، والحمد لله ونشكروا ان كانت النتائج مزيانه رغم الظروف العصيبه اللي مر بها المغرب. نحمد الله ونشكروا، نتمنى لجميع التلاميذ التوفيق والنجاح ومسيره موفقه باذن الله. الاسم الكريم زكريا البحري، ادرس بثانويه طه حسين التاهيليه علوم شرعيه. أشكر جميع السيد العامل والمؤطرين على هذا الحفل تكريما لنا على كل مجهوداتنا وشكرا لكم. وقد حصلت على نقطة 13.91 في الامتحان الوطني. كم معكم تلميذ هيثم بقالي ممثل ثانوية بن عباد التأهيلية. كنشكر السيد المدير ديالي بزاف اللي جا أزرني في هذا الحفل هذا. كنشكر الوالدين ديالي اللي كانوا كيسهروا معايا بزاف، وخصوصا الوالده ديالي الله يخليها ليا، كنقول لها كنبغيك بزاف. كنشكر الدراري صحابي الله يسهل عليهم دابا كل واحد وفين غيمشي، كنتمنى لهم التوفيق في باقي المسيره الدراسيه ديالهم. كنوجه كلمه للدراري صحابي اللي داز الاستدراكيه، كنقول لهم الله ينجحكم يا ربي. انا اعتمد على التعليم الذاتي بزاف في الدار، وغنمشي دفعت المدرسه العليا التجاره والتسيير لانسيجي، ودابا كنتسنى الغزيلطه ديال اللي يدوزوا الكونكور. شكرا. كنشكر بزاف التلميذ هيثم بقالي، المسلك محاسبه مهني محاسبه، على التتويج ديالو على مستوى الاقليم وبدل مجهودات كبيره. كانت صعوبات بطبيعه الحال في هذا المسلك هذا باعتبار اول مره غادي يتحدث في هذه السنوات هذه، وارتباطه بالتكوين المهني
ولكن بفضل المجهودات اللي كنشكروا وكنشكر والديه على المتابعه ديالو وكذلك الاساتذه سواء في العمومي او في التكوين المهني اللي داروا مجهودات جباره من اجل هذه النتائج اللي حققت المنافسه في هذا المسلك ما يقارب 80%. وشكرا جزيلا.